أريغ بلان. نمشيو بداية الأسبوع بالسياسة حاتم، والقمة الفرنكفونية اللي منتدياتها وأشغالها الجانبية نقول بين ظفرين انطلقت فعليا، يعني القرية الفرنكفونية، وبدأت جربة تستقبل الوفود في انتظار استقبال الوفود الرسمية اللي المشاركة في حدود 81 تقريب مشاركة من قبل الدول وحكوماتها ورؤساها. هناك احتمال وارد جدا تقريبا حضور 31 رئيس دولة ورئيس حكومة في ظرفية نقولوا عرفتها بلادنا منذ 25 جويلية صعيبة على المستوى الدبلوماسي والخارجي. نعرف أن هذه الإجراءات كانت محل تقريب تقييمات متباينة دوليا، وكان تقريب الاتجاه العام على المستوى الخارجي عدم قابلية لتلك الإجراءات، يعني خاصة وأنه تقريبا اعتبرت كمان خروج عن السياق والانتقال الديمقراطي اللي عرفته بلادنا، ونعرفه كثير من المواقف على جهة الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد البرلماني الأفريقي، البرلمان العالمي، حتى بعض المواقف العربية ما كانتش بالفعل متحمسة أو كانت في حالة انتظار وترقب إلى معرفة البلاد إلى غاية صدور خريطة الطريق اللي قدمها رئيس الجمهورية، وبدأت تدريجيا المواقف في الحلحلة من هنا وهناك كأنها في سياق القبول بهذا الأمر الواقع والتعاطي معه كواقع جديد باش تعرفوا الدولة التونسية. أخيرا اجتماع لجنة حقوق الإنسان في سويسرا وشفنا الموقف من هذه الخيارات، واللي تقريبا معظم الدول عبرت عن احترازات في علاقة بهذا المسار، بعض الدول القليلة. في السابق نعرف تم تأجيل القمة الفرنكوفونية وكان الإخراج في تداخل بين وضعية الكورونا وعدم وجود الاستعدادات الكافية، ولكن في نفس الوقت سمعنا بعض المواقف السياسية المحترزة كما قلنا من الإجراءات، خاصة كان الموقف الكندي على الصدارة في هذا الاتجاه. بعد تلك المرحلة نجحت تقريبا تونس في تنظيم تيكاد 8، يعني في منطقة الشراكة اليابانية الإفريقية، ونجحت على المستوى التنظيمي واللوجستي والإخراج لهذه القمة على مستوى مخرجاتها ومقترحاتها. نجاح ربما دعم ثقة تونس في أنها تنظم القمة الفرنكفونية بنجاح إن شاء الله في قادم الأيام. نقول هذه القمة بهذا الزخم في مستوى الحضور الرسمي والشبه الرسمي لهذه القمة يعطي مؤشرات على بداية فك هذه العزلة بين ظفرين، لأنه احنا ما كناش في عزلة وقطيعة وحصار كما زاد تقول بعض الأراء، ولكن ما كانتش الأمور كما ينبغي في اعتقادي في التسويق لإجراءات 25 جويلية وللمسار اللي ابناه رئيس الجمهورية. حضور هذه الوفود في اعتقادي يقرأ على جهة أنه تمكن الآن معناها الدولة التونسية والخارجية التونسية ورئيس قيس سعيد في أنه يثبت وضعه تدريجيا في العلاقات، خاصة وأهمية العلاقات مع الدول اللي هي منضوية تحت القمة الفرنكفونية باعتبارها الأكثر شراكة تاريخيا مع الدولة التونسية في مناحي عديدة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها. يعني القمة الفرنكفونية فيها كثير من الدول الإفريقية، من أمريكا كندا أساسا يعني أبرزهم، من بعض دول الآسيوية اللي هما أعضاء ولو تاريخين، حتى من دول عربية غير ناطقة بالفرنسية كالإمارات العربية المتحدة وغيرها، هما بدورهم يتواجدوا داخل هذه القمة، والدول الأوروبية الفاعلة وأساسا فرنسا، يعني حضورها محدد في القمة الفرنكفونية باعتبار أنه هذا الحضور تأكد بالنسبة لفرنسا ولكندا وغيرها من هذه الدول اللي قلنا مش يصل مستوى الحضور 81 دولة مشاركة في القمة ب 31 من رؤساء الدول والحكومات. كندا وفرنسا على أعلى مستوى حسب المعطيات اللي عندنا. يعني هذا يعكس أنه المواقف الموازية والمواقف متاع المجتمع المدني والقوى المضادة للسلطة تاريخيا في العالم ربما تستمر في مواقفها من هذه الإجراءات وتحاول تدريجيا
حسن الإجراءات بالبيانات الصادرة حول حماية حقوق الإنسان والحريات وحرية الصحافة والمشاركة السياسية وغيرها، لكن في نفس الوقت ما هيش مش تدخل في دائرة القطيعة مع نظام قيس سعيد. المواطن يعني التونسي يسلك سؤال هنا، شو مش نربح هنا بعد نجاح هذه القمة؟ فعلا هذا موقف. هل نربح أنه تنظيميا يعطيكم الصحة نظمته بالكدا، ولا فما مردودية وانعكاسات اقتصادية سياسية لقفة المواطن التونسي وحياته اليومية؟ نقول لك التنظيم إذا كان ينجح على مستوى كما قلت لك التنظيمي والشكلي وغيره، أولا في حد ذاته هو تسويق لوجهة من الوجهات المهمة، جربة أولا وتونس، لأنه هناك في السياحة العالمية موجود خيار سياحة المؤتمرات وهذا مهم جدا، وهي منطقة جاذبة، بالإمكان أنه الدولة التونسية أنه تغتنم هذه الفرصة للتسويق لتونس كوجهة سياحية. في نفس الوقت هناك ورشات عمل موازية للقمة على الصعيد الاقتصادي، تقريبا باش يحضروا حوالي 800 من الفاعلين الاقتصاديين في ورشات خاصة لتبادل وجهات النظر وفتح أفاق، سواء كان من حبش تبادل وجهات النظر فقط الخارجية. هنا نحب نكونوا فاعلي يتم معنى الكلمة، نفتح أسواق، نبيع المنتوج التونسي، نخلق شراكة، هذا نبعث المستثمر الخارجي اللي حشنا به في هذه الفترة باش يدخل يستثمر هنا، وكما نفتح الأفاق للمستثمر التونسي باش يمشي يفتح أسواق جديدة. هذا موكول طبعا كما قلت لك للفاعلين في هذا المستوى، لمنظمة الأعراف، موكول لوزارة الخارجية، موكول لوزارة الفلاحة، وزارة السياحة، وزارة الاقتصاد، هذوما في التسويق للمنتوج التونسي، للكفاءات التونسية، لرجال الأعمال التونسيين، هذا موكول لهم. الدبلوماسية على مستوى الفوق يعني رئاسة الجمهورية وغيرها نجحت باش مهد الطريق لهذه القوى الفاعلة، ليلزم تستغل فرصة القمة باش تفك العزلة الاقتصادية كذلك عن المستثمر التونسي وعن المستثمر الخارجي اللي ينوي الاستثمار في تونس.